قادم برلمان 2015 بقى يعني ليك باع في المجال السياسي ومن جيل الشباب اللي كان موجودين بعد ثورة 25؟ رغم كل ما يحدث من أحداث شديدة الأسف بالنسبة لنا، رغم سطوة رأس المال السياسي، رغم وجود المتأسلمين ووجودهم بالفعل على الساحة ومنافستهم الشرسة لينا، ورغم تحالف رأسي الأفعى أقصد المتأسلمين من تجار الدين مع أنصار الحزب الوطني وأعضائه من قيادات الفساد ممن أفسدوا مصر خلال السنوات العديدة الماضية، إلا أننا لازلنا مكملين ولازال الأمل موجود بداخلنا، وحتى إن وصلوا إلى البرلمان لن نترك لهم، وسنصل أيضا إلى البرلمان وسنزاحمهم، وربما يحل البرلمان بأحدنا مثلما قام أبو العز الحريري بحل آخر برلمان كان موجود عندما زاد هؤلاء المتأسلمون وأصبح البرلمان لهم، ولكن أبو العز وقف لهم بالمرصاد وكان واحد فقط داخل البرلمان، عضو واحد مننا يكفي لإيقاف كل ما يحدث داخل هذا البرلمان. تقول إيه للناخبين اللي هيذهبوا الأسبوع القادم لصناديق الاقتراع؟ الحكاية أبعد من أن صوتك أمانة، الحكاية أن صوتك مستقبلك. إن كنت تريد هذا المستقبل بالفعل فعليك أن تعطي صوتك لمن يستحقه، وإن كنت تريد أن تعيش وفقا لما مضى سواء في دولة المتأسلمين أو في دولة الفساد فعليك أن تختار من يدفع لك 100 أو 200 أو 500. وعندي في اليوم البصل باختصار شديد وصل الصوت النهاردة لألف جنيه من خلال أحد المرشحين بيدفع 1000 جنيه كاملة لمجرد ان واحد يديله صوت. احنا مكملين وما يأسناش، واثقين جدا في الشعب المصري، وصوتنا لن تنتهي وستصبح مصر بالفعل وطنا لكل المصريين. شكرا. اشكرك.